هون يا ابو صخر. انا فهم المختار خادم من كبير ولا صغير، هون جيب اصوات قد حمد العطار هذا الطلالي. هذا دافع مصاري كتير وشاري اصوات، مثل ما بقول مثل طعمي تم تستحي العين. وش بدنا نعمل هلا؟ اثنين متعادلين بالاصوات، شو رايك؟ مشان نحسم النتيجه بدنا حدا لسه ما انتخب بالحاره وما ادلى بصوته. مين لسه ما انتخب؟ مين يا شباب؟ مين؟ اللي ما انتخب ما بيسامحه. اللي ما جيبه هلا ينتخب. شباب واقف عندك، واقف. تذكرت ابو العنادل لسه ما انتخب؟ ابو العنادل ايه سيدي. مزبوط انا هلا لسه ما انتخبت. شو اسمك يا ابو العنادل؟ صبري الصالحاني سيدي. معك شيء يثبت شخصيتك؟ ما بدنا شيء سيدي، اسمنا محفور بقلوب قبضايات حاره كلياتها. ايوه ابو فهمي مور، تشهد انه هذا الرجل هو صبري الصالحاني؟ لك سيدي بشهد، كل الحاره بتشهد ومعروف. انا بشهد كمان. ايه مين المختار اللي بدك اياه يا صبري الصالحاني؟ انا بدي المختار يكون عم يا فهمي المختار. يدخ بدنك يا أول عنادل. معناتها حسبة النتيجة، طليت يا أبو فهمي مختار حارة الورد. الله أكبر الله أكبر، انتصر الحق وانهزم الباطل، انهزم الباطل. هلا أنا باطل، هلا أنا باطل يا أبو فهمي. إياك بكل إلهي، هلا هيك اتفقنا؟ شي لك أنت ما قبضتني عملة لحتى أجيب لك عالم يتخبوك. أيوة مو كين من جبت لهون عبطوا عملة تخبعك؟ مزبوط. أنا سلام يا أخي شوري من علي، بدي يكون مختارنا عم يفهمي شيء. بسألك سؤال يا أبو العناتي، هلا إيه؟ إذا أنا رقعتك فوكس عسلاك وهريت لك يا أخو، بدك ترد شيء؟ جرب. إيه على الأغلب إيه ما بحسي. معناتي بعد لي قتلي لا فرد غني وياها بطير.